استعرضت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الجوانب المعرفية والتقنية للمنصة والأرضية الرقمية الجديدة التي تستعد لإطلاقها رسميا خدمة لشركائها من مختلف المؤسسات العالمية المحلية والدولية. وأجرت الوكالة لقاء تحضيريا تشاوريا حضره وزير الاتصال الجزائري محمد العقاب ومديرها العام سمير قايت إلى جانب إطارات الأسرة العالمية المحلية. استعرضت خلالها مميزات المنصة والأرضية الجديدة التي تسمح بالتدفق المستمر للفيديوهات والأخبار ذات المحتوى الهادف والموثوق بشكل آني وأسرع لشركائها من مؤسسات سمعية بصرية ومواقع إلكترونية وصحف يومية عامة ومتخصصة وإذاعات ومؤسسات عمومية وهيئات مختلفة. مساهمة وكالة الأنباء الجزائرية في تطوير وإطراء حقل السمع البصري عن طريق هذه المنصة الخاصة بمعالجة وبث المضامين السمعية البصرية لفائدة المشتركين. ما يخفلكش أن السمع البصري راه مجال عمومي حساس واستراتيجي في نفس الوقت، وبالتالي احنا نعطين في إطار خطة العمل التي أعدتها وكالة الأنباء الجزائرية أنها ترافق هذا الشق تاع السمع البصري بشكل يعني باهتمام بالغ. ميلاد هذه المنصة هذه يندرج في إطار توسيع يعني عمل الوكالة وانسجامها مع التحولات التي تشهدها وكالات الأنباء الدولية التي تصبو إلى يعني حتى تصير وكالة إعلام شامل، وبالتالي هذا يعني شغل خطوة طبيعية لوكالة الأنباء التي تبحث عن تطوير عملها وترقية أدائها في الحق الإعلامي سواء على مستوى داخل الوطن ولا حتى في الخارج. ومعلوم راح تكون يومية وتكون بالمعايير اللي يخدموا بها جميع ما اللي يكونوا في الدومين اوديو فيزيوال من ناحية لاكاليتي، من ناحية لي فيديو لي بروفيسيونيل في الاوديو فيزيوال راح يلقاو الفيشي فيديو كيما يحبوا كيما يساعدهم. هذه الخدمة راح تكون من خارج الجزائر، يعني في المكاتب الوكالة الأنباء الجزائرية في الخارج كيف راح تما يبعثوا يكون منتوج سمعي بصري على غرار الإنتاج الوطني في جميع الولايات.